السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زكريا أبو هشام، لا بلاتفورم أجي تفهم أكاديمي المتخصصة في دروس دعم عن بعد. مرحبا بكم في فيديو ديال نهار الأحد اللي كيكون كل أحد، واللي كنجاوب فيه أولا كنهضر كنعطي بعض النصائح ديال اللي غتفيدكم في هذه الوقيتة، أو ميم طون كنجاوب في الأخر على لي كيستيون اللي طرحتوا ليا في الفيديو ديال الأحد اللي فات في لي كومونتير. ثلاثة ديال الحاجات خصك ديرهم في هذه العطلة، ثلاثة ديال الحاجات غادي ننصحكم انكم ديروهم في هذه العطله، ومهم انك ديرهم في هذه العطله، وغادي يعاونوك بزاف ما بعد العطله وما بعد الباك. شنو هما هاد الثلاثه ديال الحاجات؟ انا غادي نقولهم لكم، ولكن ماشي فقط نقولهم لكم ونخليكم موضرين ما تعرفوش كيفاش تطبقوا هادشي اللي غنقول لكم، وانما غنعطيكم في كل حاجه نقول لكم، غنعطيكم ان كادو، ان كادو كنقول ان كادو نبي ناش نقول. الحاجه الاولى هي انك تريفيزي لو كور ديال لانتيغراسيون ولا لو كالكول دانتيغرال، يعني حساب التكاملي، وعن طريق تريفيزي لاناليز كامله اللي هي داكشي ديال الدوره الاولى كامل. غتقولوا لي كيفاش غنديروا ليها؟ تو سامبلومون خصك تشوف تخدم شي اكزرسيس اللي هو جينيرال وطويل وفيه كاع داكشي اللي غادي تحتاجو، ولا دي زيكزرسيس ولا دي بروبليم ولا دي بارتي من الوطنيات اللي غيعاونوك في هاد القضيه، وانا عندي ليك هاد القضيه وغراتويتمون. فبور حصه مجانيه عقلتو على الحد اللي فات، كنت حطيت لكم واحد الفورميلير وقلت لكم اللي بغى يحضر معنا واحد اللايف يعمر الفورميلير. الناس اللي عمروا الفورميلير كاملين حضروا معنا اللايف، شي كذا 40 واحد كانوا حضروا معنا، تواصلنا معهم واحد بواحد. علاش درنا فورمولير؟ لانه غيتعمروا فقط اللي انتريسي حضروا معنا اللايف، وخليناهم يعيشوا التجربه ديال انهم مشتركين في لا بلاتفورم ديال تفهم اكاديمي. وهذاك اللايف ما تحطش في لاشين يوتيوب وما تحطش في فيسبوك، وانما تحط في بلاتفورم وغراتويتمون. وغنقول لكم انه هي ديسبونيبل في لا بلاتفورم، ونوري لكم وتقدروا تشوفوه. غنحط لكم اللي في ديسكريبسيون. ردوا البال معايا، حنا مازال كنهضروا في الحاجه الاولى اللي قلنا ثلاثه الحوايج. الحاجه الاولى قلتها لكم وكنقول لكم دابا كيفاش نعاونكم فيها. هذا هو الكور ديال الكالكول دانتيغرال في البلاتفورم جيت فهم اكاديمي، في سيري ان ديال ليزيكزيرسيس وفي سيري دو. هادو بيان سور خاصهم الناس اللي مشتركين في الارض، وغتنزلوا لتحت شوفوا شحال ديال ليزيكزيرسيس. وفي الاخر حطيت لكم هذا الكونتوني غراتوي، مكتوب عليه غراتوي. اللين ديال هذا راه غادي نحطو لكم في الديسكريبسيون. لاحظوا معايا غتشوفوا الحصه خادم فيها هاد ليكزامان، انا نوريكم بي دي اف، حيت الناس اللي مشتركين في المنصه كيستافدوا من الفيديوهات اللي كاينين قبل، وعاد كيشوفوا لو بي دي اف. ها هو سي ليكزامان ناسيونال ديال 2018 ليكزيرسيس 5 ديالو، واعتبرتو اكزيرسيس 1، وليكزامان ناسيونال 4 كوريجيتو بالطريقه ديالي وشرحتو بالطريقه المختصره جد مفيده. ها هو الفيديو، غتلقاو الفيديو هنايا اللي غاتفي، ولا حط لكم اللين ديالو غطيحو في الفيديو، تقدروا تشوفوا الفيديو. ها هو الفيديو الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، وعاد هنايا حطيت لا كوريكسيون على شكل بي دي اف، تقدروا تشوفوا لا كوريكسيون على شكل بي دي اف هنايا وتاملوا فيها وتراجعوا داكشي اللي شفتوا في الفيديو. بحال هكا كنخدم مع التلاميذ ديال بلاتفورم جيت فهم اكاديمي، اللي كيحضروا معايا في اللايف في زوم، كيشوفوا اللايف كيطرحوا لي كيسيون الى اخره، داك الشيء كيتسجل ومقطع، يعني ما فيش لقطات زايدين، ما فيش ديك اللقطه اللي كيبقى سكات في اللايف ولا شي حاجه، لا لا لا، لان كون كوبي شاك كيسيون كنديرها في فيديو. تخيلوا معايا كل سؤال كيدير في فيديو، باش تعرفوا العنايه اللي كنعتني بها بالبلاتفورم، ولا في البلاتفورم العنايه اللي كنعتني بها في لي فيديو الكونتوني ديال البلاتفورم، يعني مصايب بواحد العنايه كبيره. دخلوا من اليان واستافدوا من هذه، وغتشكروني عليها بزاف، وغنزيدكم بلاتي بلاتي. مازال كاين دوطخ سيونس غراتويت، هذه من الكور ديال الانتيغراسيون. غنعطيكم واحد السيونس غراتويت كاينين، هما ديجا كاين قلتهم في فيديوهات سابقه، ولكن نفكر فيهم لا يكون شي واحد ما عارفهمش. من السلسله ديال الاستعداد الوطني، من الباك ديال بريباغان ناسيونال اللي كنهضر لكم عليه ديما، واللي كتسولوني عليه بزاف، وبزاف اللي اشتركوا فيه. ولي لايف ديالو غادي يبداو في شهر 4، دابا هو فيه الكونتوني مسجل، ولكن لي لايف ديالو غيبداو في شهر 4، غنبداو من الامتحان الوطني ديال 2000 هو فيه وطنيزم صحيح وكل شيء، غنبداو من الوطني ديال 2022، نبقاو راجعين المشاريع كنخدموا في الوطنيات، باش يبقى لنا الوقت في الاخر باش نخدموا التجريبيات. وراه جاي واحد اللايف خاص بسيونس فيزيك، هذا خاص بسيونس مات،
وسلسلة السعر الوطني كاينة هي هذه فيها 100 اوغ ديال الوطنيات، وكاينة حتى ديال السيونس فيزيك. ما علينا، حنا دابا كنهضر على السيونس مات والسيونس فيزيك راه نفس القضية. هاد جوج حصص الأولى راهم غراتويت، دخلوا لا بلاتفورم وشوفوهم. وهاد راه كاتب واحد العنوان جميع التقنيات المطلوبة في إطار مرجعي، غتلقاوهم في سلسلة الاستعداد الوطني، شوفوا شحال فيها من فيديو. ومازال إن شاء الله غنديروا دي لايف، وكاين حتى المدد ديال المده ديال الفيديو، وكاتب في العناوين بالضبط شنو كاين في هذوك لي فيديو. دونك لاحظتوا انه كاين داك اكزرسيس 1 و 2 ديال اللي وريتكم في الاول من الانتغرال، وهاد جوج حصص راه بيهم عبادو غتراجعوا، عاونكم انكم تراجعوا الاناليز. دونك الشيء الاول قلته لكم، وانا عطيتكم النصيحه الاولى وعطيتكم كيفاش تطبقوها. داكور مزيان. دابا هادشي يبان لكم ثلاثه الحصص تقدروا تشوفوهم ضيطي، ما ياخذ لكمش وقت. زيد الحصص راه كنشرح فيهم اون ديتاي، واخا ما تكونش واخا ما تحتاجش ترجع للدرس، من تما غتفهم الدرس وتفهم كلشي اذا كان عندك حتى شي تشوش في الدرس. الحاجه الثانيه، الشيء الثاني اللي كنصحك ديرو في هذه العطله، هو انك الا كنتي في كور ديال لاغيتميتيك تخدم لي زيكزيرسيس ديال لاغيتميتيك اللي كنتي عاد تبدا فيه او انت فيه ديجا، انك تخدم وتشوف الكور ديال لاغيتميتيك كومبلي بلي ديمونستراسيون ديالو وكلشي، وتبدا تخدم دي زيكزيرسيس. غتقول لي كيفاش غندير هذا الشيء، يقدر يكون غادي لاغيتميتيك صعيب ما غنفهموش، عندي لك الحل. عاوتاني في البلاتفورم اجي تفهم اكاديمي وغراتويتمون، وكاين حتى في اليوتيوب هذيك الكره، انا نوريكم اجي تفهم اكاديمي بغيتي تشوفوه هنا، بغيتي تشوفوه في يوتيوب شوفوه في يوتيوب، بغيتي تشوفوه في فيسبوك شوفوه في فيسبوك. كي تكتبوا العنوان وتكتبوا ريزومي غيطلع لكم. ها هو غاديو هنايا انتغراسيون اريتميتيك دون زد، ها هي اريتميتيك دون زد، انا نبرك عليها. غادخلوا غتلقاو الدرس ديال اريتميتيك دون زد، غتلقاو ريزومي دي كور، ملخص ديال الدرس. شفتوه ملخص ديال الدرس ديال اريتميتيك دون زد. ها نقرب لكم باش يبان لكم مزيان. ها دونك غتلقاو ثلاثه الفيديوهات ملخص ديال الدرس كامل كامل، كنقول لكم مزال فيه حتى نبشه الدرس كامل من اتل زد، كل تيوريم كل كورولير كل ليم افيك ليدي ديال ديمونستراسيون وخرا ريزومي، وكنشرح لك فيش فين كيطبق في ليزيكزارسيس اي تو. مازال حتى شي حاجه، شوفوا هذا ريزومي راه كاين حتى في يوتيوب. اون بليس دو سا بغيتي تشوف الكور ديتاي بلي ديمونستراسيون بكلشي داكشي ديتاي، غادي الكور ديتاي ها هو. كنصحكم تشوفوا هذا هو الاول، عاد بقى لكم وقت تشوفوا الكور ديتاي غادي يعاونكم. ولا الا بغيتو شي حاجه تمشيو تقصدوها نيشان، راه كل حاجه دايرها بالعنوان ديالها، وحتى المده ديال الفيديو راه كاينه هنايا. وكاينه واحد السيري ديكزارسيس تقدروا تدخلوا ليها، فيها واحد 11 اكزارسيس بلس ان بونوس. ولكن هادو خاص بالسيري راه فابور تقدر تشوفوها وتيليشارجيوها، ولكن هنايا خاص بالناس المشتركين في البلاتفورم ديال تفهم اكاديمي. واللي مهتم بالاشتراك في البلاتفورم ديال تفهم اكاديمي وبلي لايف اللي كنديروا اللي عمر واحد الفورمولار اللي غير اللي مهتم، ما باغيش ما كيفكرش دابا يشترك، ولكن مهتم يعني الا بغى الا كانت شي ريديكسيون ولا شي حاجه نعلموه، نعيطوا له نتصلوا به ولا نهضروا معاه في واتساب، يعمر الفورمولار. ليكيب اجي تفهم اكاديمي غتواصل معك وتقول لك كل جديد بخصوص فوقاش غير الا كان غيبدا الاستعداد الوطني غنعلموك به، غيبدا في شهر 4 ان شاء الله. اي حاجه غادي تعلم بها عمر لو فورمولار اللي غنحط له اللين ديالو لتحت، غياخذ منك فقط شحال داك الفورمولار اللي ياخذ منك 10 ثواني 10 ثواني، غتعمرو بالزربه وغادي دغيا. ما علينا، دونك انا عطيتكم باش ديروا الشيء الثاني في هذه العطله وهو لاغيتميتيك دون زد بالضبط. لاغيتميتيك دون زد علاش قلت لكم الكور ماشي بحال الانتيغرال؟ علاش؟ حيت لاغيتميتيك دون زد الا ما كنتيش عارف الكور بلي ديتاي ديالو غادي تلقى مشكل مع لاغيتميتيك دون زد. لي بروبريتي ديال لي بروميي لي تيوغم مهمين، تيوغم بيزو تيوغم دو غوس تيوغم دو فيرما، هادو لا ديفيزيون كليديان كيفاش نستعملوها باش نلقاو ليكويفيزيون دو بيزو، كذلك كيفاش نحلو انيكواسيون ديفرنسيان، نخدمو بكونغريونس لي بروبريتي ديالها لي بروبريتي ديال نومبر بروميي لي نومبر بروميي. دونك هادشي
خصكم تكونوا ضابطينه وتخدموا لي زيكزيرسيس بيان سيغ. ما علينا. الشيء الثالث، وهذا ما ياخذش منكم بزاف الوقت، لان جوج الولا مهم بزاف. والشيء الثالث لا يقل اهميه على الشيئين الاولين، خاصك تقلب على راسك، تعرف راسك انت شنو باغي من بعد الباك. يعني خذ لك شي وقيت في كل نهار، ولا شوف انت كيفاش ديرها باش تعرف راسك انت شنو باغي دير. ليكول اللي باغي دير تبع ليها، قلب على السوي ديالها. بغيت ندير لكم سلسله حول هذه القضيه، كنفكر في هذه القضيه، ندير لكم كل ايكول لي سوي ديالها، شنو التخصصات اللي فيها الى اخره، و تعتبر سلسله توجيهيه ان شاء الله. علاش لا، نبدا نديرها في هذه الايام المقبله ان شاء الله. الفكره هذه جاتني فات وانا كنسجل الفيديو دونك هي كاين الفكره، ولكن بغيت نديرها نعجل بها باش تستافدوا منها. قلبوا كل ايكول، راه كاين جوجل مثلا، باغي تدفع للسي بي جي او، سي بي جي او راه داير واحد اللايف على السي بي جي او كيفاش القرايه فيها، اللي تخصصات راه كاين، كاين لايف درتو مع تلميذ تيقرا في السي بي جي او، زعما تلميذ متميز، وعاود حتى على كيفاش بريبار الباك. قال لك تبغي السي بي جي او اجي تفهم اكاديمي، غيطلع لكم فيديو. كذلك انسا نفس في نفس اللايف، و لي زيكول الاخرين انسام لينا، اللي باغي يتبع لو ان اس، اللي باغي يدير لافاك حتى يقلب على التخصصات اللي فيها ويشوف اللي كيناسبو. والافاق ديال كل حاجه، كل ايكول غديرها وكل جامعه غادي ديرها، اللي باغي يتبع لو ان سي جي، اللي باغي يتبع لي سياس، اللي باغي يتبع لي سكا او، كل واحد شنو باغي يدير. كاين اللي باغي يدير او اس تي، ممكن كاين اللي باغي يدير اف اس تي، اي حاجه في هادو خصك تحط الشوا الاول ديالك، الشوا الثاني الثالث، والاهم في هادشي كامل هو تعرف انت شنو التخصص اللي بغيتي دير. ديك الساعه غتشوف لي زيكول اللي فيهم داك التخصص، ياك لي زيكول اللي فيهم داك التخصص، وغتقول شوف الا قبلتني هادي مزيان، هادي هي الزوينه فيهم، الا قبلتني مزيان فيها التخصص. الا ما قبلتيش هادي كاين هادي واحده اخرى نقدر تاي تقبل فيها، ولكن فيها تاي التخصص. دونك كتبقى انت تاكد انك غدير نفس التخصص اللي بغيتي انت، داكوغ. اون فان دو كومبت، الا ما تقبلتي فوالا الا درتي لافاك، راه تلقى هذاك التخصص اللي بغيتي كاين في لافاك. دونك خصك تعرف انت غير انت شنو باغي، وباذن الله الا كنتي انت صادق في الطلب ديالك وباغي تميز في المجال اللي انت باغي تخصص فيه، ما بجا كتخربق ماشي غادي سبه، لا ماشي غير غادي، غير زعما كيما نقولوا غادي على الله، راك غادي ان شاء الله توصل لك الشيء اللي باغي باذن الله، وتكون متميز في المجال اللي انت اختاريتيه وبغيتي تكون متميز فيه. دونك هادو هما ثلاثه الاشياء اللي بغيت نقول لكم في هذه العطله انكم ديروهم. ندوزو لي كيسيون ديالكم. تحياتي ليك استاذ زكريا هذا زيد. نهار الامتحان شنو هو الترتيب اللي تنصحنا نتبعوه بالنسبه للتمرين؟ دونك كتبدا بالحاجه اللي انت كتعرف ليها مزيان، تو سامبلومون غالبا الا كنتي الاغلبيه الوقت دوزتي في الاناليز وكتضبط مزيان الاناليز، بدا بالاناليز. الا شفتي حيت غتعرف تخدم فيها، بدا بالحاجه اللي غتشجعك، ما تبداش الحاجه اللي غتشوف راسك تعطلتي فيها وحلتي فيها وغتستريسا وغادي ترون كاع. دونك بدا بالسهل، بدا بالسهل في الامتحان، بدا بالسهل، بدا بالسهل. دونك في البريباراسيون بدا بداك الشيء اللي صعيب، وملي تكون كتبريبار داك الشيء اللي فيه مشكل وصعيب واللي جينيرال وهذا، ولكن في الامتحان خصك تكون بحال الصياد، كتمشي لداك الشيء الساهل، كتمشي لداك الشيء اللي طيب غادي تزرب عليه. ها انتم شوف باش تعرفوني كنعرف شنو غتحتاجوا في كل وقت، ولله الحمد. ها هو هاد تي كا بي ار سولني قال باش اغيتميتيك دون زيد دوزيام باك باش نضبطوه، واش خصنا باش نضبطوه مزيان. بالنسبه للدرس هنا مقرب قال كل خاصيه ومبرهنه نبرهنوا عليها ونعرف منين جات ونتعمقوا مزيان، واش هذا هو السر؟ اي هذا هو السر في لاغيتميتيك دون زد. حاول تشوف كل خاصيه والتطبيق ديالها وتخدم بها في التمارين، كذلك التمارين تيعاونوا. او كتبوا فقط فهم علاقات بلا ما نتعمقوا وخدم التمارين. شوف نقول لك واحد القضيه، اذا اكتيفيتي فقط فهم علاقات تفهمها وكيفاش كتخدم بها، هادشي راه غادي يعاونك مزيان، غادي تقدر. وكنصح الناس اللي بغاو يديروا هاد القضيه يشوفوا هاد الكور ديطايي فقط، ها كور ديطايي
اللي بغى يتعمق الكوريزيمي عفوا اللي بغى غير يفهم كل علاقه اش كت اش كتصلاح يشوف هذا الكوريزيمي في الكور اللي وريتكم. واللي بغى زعما يشوف يعني يتعمق في الدرس يشوف ديك الكور ديطاي والكور ديطاي لي ديمونستراسيون باش تعرف واحد القضيه لي ديمونستراسيون اللي كاينين في على لي تيوريم راه بنفس لي تكنيك اللي كديروا في ديمونستراسيون كتخدموا بهم حتى التمارين يعني نفسهم هما داكوغ. دونك من الاحسن الكور غير تمسك تعطيو اهميه تعطيوه الوقت زعما راه قلت لكم في الاول شنو غديروا. بغينا افكار جديده في التمارين. دونك اذا كان السائل تيقول بغى افكار جديده لكن هو ديجا صافي خدم وطنيات يعني خدم وطنيات خدم زعما داكشي اللي هو ماشي جديد ونضاه بغى يقلب على ما هو جديد مزيان حق يطرح السؤال. الا كان واحد مازال ما تعطيه وطني ما يقدرش يخدمه وتقول لك بغينا افكار جديده هنا كننصحك انك يعني ما تسولش على افكار جديده خدم ما هو معتاد حيت اللي كيتحط هو معتاد. افكار جديده ان شاء الله هذا العام بما انه هذا العام الحمد لله في البلاتفورم جيت فما غادي مسجل بزاف ديال الكونتوني وعندي وقت شويه باش نشوف كيفاش ندير شي تمارين في شكل اللي زعما نحاول نصايب تمارين كيميتو الامتحان الوطني باذن الله ان شاء الله عندي جهد باش ندير القضيه شي داله نحط شي داله من عندي ونحط لها لي كيسيون ندرسها ونحط لها كيسيون ديالها ونحطها نجعلها كامتحان تجريبي ونبارطاجي معكم هاد لي ناسيونو هما اللي نخدمهم مع يعني هما الاخر انا ما نخدمهمش من البداية تا نخدم وطنيات كاينين تجريبيات ديجا في بلاتفورم وتا يضبطوا وطنيات الناس ديال البلاتفورم وعاد غنشوفوا دوك ما هو جديد وديك الحاله النادره وهذا يعني كتمثل واحد البورسنتاج قليل من النقاط ديال الامتحان الوطني ولكن البورسنتاج كبير هو ما هو معتاد. كنتمنى الفكره تكون وصلت. استاذ كنحس راسي ثقيله في الخدمه ما عرفتش شنو نديرو مثلا اكزيرسيس كنحاول نخدم في شي ساعه وعاد كنشوف كوريكسيون هي 2 ساعة والوقت ما كاينش. شوف نصحتكم بواحد القضيه وكنصح بها التلاميذ اللي سورتو لي زباك ليبر وهذا وحتى المتمدرسين اللي ما عندوش الوقت واللي اون غوتار اصلا شنو كيدير خصو يشوف هكا نسيت دابا التلاميذ اللي مشتركين عندي في بلاتفورم بما انه الفيديوهات انا عارف راسي كنديطاي وكناناليزي اي سؤال عاد تبدا نخرج يعني ما كيشوفوش كوريكسيون طق مكتوبه لا كيشوفوني كنفكر ها كيفاش كندير غابيل للكو كذا كنقول لهم شوفوا شنو ديروا تفرجوا شوفوني كيفاش خدمت داك السؤال شوفوا كيفاش حللت السؤال وبالتالي عرفت الفكره اللي غنخدم بها شوفوني كيفاش جاوبت حبسوا الفيديو ديروا بوز عاوتاني شدوا نتوما حاولوا تجاوبوا كيف ما جاوبت انا بداك الشيء اللي فهمته حاولوا تحلوا شوفوا المنطق راه هو حاجه وحده يمكن كاين اللي يقول لي ولا خصك تخليهم يفكروا يديروا افكار ديالهم ما كاينش افكار ديالهم المنطق والحق واحد كيف ما هو كنشوفوا انا خصو يشوفوا اي واحد اخر اي استاذ اخر خصو يشوفوا هكاك التلاميذ خصو فهمتوا كيفاش كاين بعض الاسئله كيكون عندها بزاف ديال الطرق باش يوصل لها ولكن اغلبيه تتكون التيوري اللي تخدم به راه هو اللي كيفاش جاتك الفكره باش تخدم راه نفسها يعني لوجيك داكوغ هذا الشيء ماشي شي شعر كل واحد يشعر هذا منطق لوجيك. دونك كنتمنى الفكره تكون وصلت. دونك كما قلت لكم كنصحهم انهم يعاودوا الكيستيون دوزوا الكيستيون وراها يشوفوا كيفاش خدمتها يعاودوها شويه يعاودوا التمرين كامل حتى يكتسبوا لي ميثود بحال كل ما كيخدموا كيعرفوا كيفاش يخدموا هذا النوع ديال الاسئله وهذا النوع وهذا النوع فخا تكتسبوا واحد الباكاج ديك الساعات كيدوزوا لمرحله انهم يخدموا يشدوا واحد التمرين جديد عليهم
ويخدموه، لانه غيجي يقول اه هذه بحالتك اللي فات كذا، غير هذه فيها كذا، اذا انا برودوي مثلا هذه هي فيها فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال وفيها كذا، اذا غندير لهم كذا. كيبدا يعرف، عنده الماتيريال باش يخدم، عنده لي زوتي، ماشي واحد ما عارف والو كيجي يقول لك غنخدم اكزرسيس. يلا شايف كور جاي تخدم اكزرسيس، سيرتو في شعبات سيونس مات، كي غادي تخدم اكزرسيس وانت ما عندكش خبره في هذاك النوع ديال ليزيكسيرسيس. هادشي علاش دار الاستاذ باش كيخليك توصل لهذا النيفو انك تخدم ليزيكسيرسيس. كنظن الفكره وصلت. دونك حاولي انك يعني تشوفي كيفاش كيتخرج داك السؤال وداك التمرين وتضربي واحد المود وانت كتعلمي، وعاد تجي المرحله ديال انك تقولي انا دابا خصني نخدم هذا في هذا الوقت، وشوفي ديك الساعه داكور. يعني سي نورمال عندك في الاول يطرالك بحال هكا، تحسي براسك ثقيله في الخدمه، هذه راه اي واحد راه الدري الصغير ملي كيبغي يبدا في الاول يتمشى راه كيبقى يطيح ونوض، ومن بعد كيبقى يتمشى مزيان. هذه هي الحياه، ما تخليوش ديك الافكار ديال انه الواحد خصو يجي يكون ناضر، راه ما كاينش شي واحد كيجي كيكون ناضر، في الاول تيكون حتى هو كيطيح وينوض عاد تيتقاد. ايما الله يعطيك الخير استاذ، ديما كنستافدو فيديوهاتك فارغ، كنتسناو فيديوهاتك فارغ الصبر حيت كنزاد منك. وتا انا داكشي علاش كندير لكم فيديو كل احد، لانني عارف انه نقدر نساعدكم، وان شاء الله نزيدكم فيديوهات اكثر من هادو ان شاء الله. انتصار استاذ عفاك، واخا تعطينا شي بي دي اف في ريزومي ديال الاريثميتيك دوزيام باك لاحظتك. الفيديو دايرو البي دي اف كاع لي ريزومي دير لهم بي دي اف ديالهم، هذا ما درتوش وغادي نديرو ان شاء الله، غادي نديرو راه غنبدا لاغيتميتيك مع الناس اللي في البلاتفورم، ونبدا معاهم في سيري 2 وغنصايب لهم بي دي اف ان شاء الله. نحط سيري 2 وغنحط حتى تلقاو في البلاتفورم، غنحط سيري 2 وغادي نحط حتى البي دي اف ديال هذاك الفيديو اللي ديجا دايرو. السؤال ديال لمياء، السلام عليكم استاذ، شكرا على المحتوى ديالك، ديما كنتسنى فيديو واحد، كاع الاسئله اللي كيكونوا في عقلي كتجاوب عليهم بشكل مقنع ورائع. مرحبا، كنقرا شعبات علوم رياضيه وكنحاول نخدم كاع التمارين اللي نقدر نخدم، بصح دائما ما كنحس بخيبه امل كبيره باش كنتحصل على نقطه الفروض، ما كنجيبش مزيان ابدا رغم المجهود اللي كيبان لي في المستوى باش ندي نقطه متوسطه على الاقل. لذلك في الرياضيات والفيزياء شكيت بلي المشكل كاين في القلق والارتباك ولا قله التركيز فاش كنكون نخدم في الدار والفروض، بصح ما عرفتش شنو ندير رغم انني حاولت نحيد المشتتات ونقص من القلق الى اخره. راه عاد عندي الامل بطبيعه الحال في الفروض المقبله والامتحان، بصح الا بقيت هكا راني ما غاديش ندي مزيان غير بحال الفروض اللي فاتوا. فهمت السؤال ديالك، وبزاف كيعانيو من هذه القضيه. دونك اللي كيخلي الواحد ما يجيبش مزيان في الامتحان هو ما كيعرفش داك المجهود ديالو فين يحطو. زائد باش ما نكونش تنكذب شويه، شعبه العلوم الرياضيه كتحتاج ان الاستاذ يعاونك، داكوغ، كتحتاج ان الاستاذ يعاونك، كتحتاج ان الاستاذ يعاونك. يعني اذا كان عندك استاذ في القسم مزيان وكيوجه وتيشرح لكم مزيان وكيرد معكم البال الى اخره، او اذا كنتي كديري سواء في شي سونتر عند شي استاذ اللي تا هو مزيان ويعاونكم الى اخره، او كديري لي كور اون لين، او عندك شي اخ ولا اخت ديالك كتعاونك كبر منك ولا هذا وعندها معلومات والفيزيك كتعاونك، هادشي كيعاون. الى شعبة العلوم الرياضيه من الشعب اللي اذا كنتي بديتي فيها معطل وعندك مشاكل شويه مع لي باز وهذا، كتحس بحال كدير لك كتوقعك في هذه الحاله هذه. فهنا فين كيجي الدور ديال الاساتذه، كيجي الدور ديال الا كان شي حد يقدر ييسر عليك هذاك الامتحان، سيغتو الاستاذ. الحمد لله كاين لي فيديو في يوتيوب، كاين بعد دابا لي ريزومي ديال لي كور كامل، لي كور ديطايي كامل دايرهم في اليوتيوب، تقدر تستافدي منهم. لي زيكزيرسيس فين كيبقى تما كتبقى القضية. دونك خاصك تعرفي تختاري التمارين، خاصك تعرفي تختاري التمارين وت
تخدمي التمارين اللي بخلاصه بخلاصه هذوك لي دوفوار ديال المفيد، شتي دوك لي دوفوار اللي مفيد، هذوك لي دوفوار اللي كتب مفيد، دوفوار 1 دوفوار 2، هذوك اللي كنتي كتخدميهم في كل درس تخدمي منهم واحد مجموعه ديال لي دوفوار وتمشي للامتحان غادي تخدمي مزيان، وتخدمي غير هذوك لي دوفوار امتحانات وطنيه بعض الفروض السابقه تقلبي لهم في يعني تقلبي عليهم في الانترنت وهذا وتمشي دوزي غتجيبي مزيان كوني اكيده. وردي عليا افاك قولي واش كديري هادشي ولا لا، حيت هذا هو غالبا تيكون المشكل، تيكون مثلا التلميذ كيمشي كيخدم الكور تبقى فيه بزاف تبقى فيه عام، كيجي كيبدا يخدم مع شويه الثمن كيجي الفرض هو خادم مع شويه ديال الثمن كيمشي يدوز الفرض بزاف عارف الكور وشويه ديال الثمن كيتحطوا دوك الثمن في الفرض عالي النيفو ديالهم عالي على النيفو ديالك اللي انت وجدتي به، فقط تستقجي بنقطة طايحة. كنتمنى عاوتاني الفكرة تكون وصلت. واحد راه سميتو حسن جاوب على الكومنتير ديالك وقال لك هاد النصائح صراحة، قال لك انه تقدري تكوني كتعتمدي على الكمية ماشي الكيفية، فالكيفية فعلا عنده واحد الصح في هاد القضية، حتى الجواب ديالو راه مزيان يقدر زعما يعاونك. نفس الشخص اللي هو حسن حط هاد الكومونتير هو واحد من الناس اللي مشتركين في الارض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ زكريا، كلمة شكر غير حقيقي، انا مشتركين في الارض ديالك وديال الاستاذ وباك ليبر وديال الاستاذ علاء الدين، ساعطي رايي بخصوص العمل. دونك نخلي لكم هذا، تقدروا ديروا بوز الفيديو تشوفوا هذا الميساج ديالو ولا نقراو جميع دابا بخصوص العمل في الارض وخصوصا منصة جد ثمينة متنوعة خاص غير يكون عندك جهد تخدم راه ما تقرا فعلا، لانه فيها مادة صراحة المنصة فيها درجة اليوم اللايف ديال اليوم اللي كنا خدام الانتيغراسيون، قلت للتلامذ واش سولتهم بحال هكا قلت لهم واش كيبان لكم انه واحد النوع ديال التمارين ناقص في المنصة خصنا نزيدو نخدمو عليه، حتى حد ما قال لي راه قالوا لي باللي راه صافي كاين كلشي خصنا احنا نخدمه، ومع ذلك مازال ان شاء الله نزيدو دوطر اكزيرسيس. حتى الحصص مباشره مفيده وتكون تواصل جيد صوت وصوره وممكن طرح تساؤل تم الاشتراك مقارنه بالاستفاده ولا شيء، لانني جربت دروس الدعم الحضوريه ولا احصل منهم متى ديال الوقت والعنصريه بحكم انا مترشح حر علوم رياضيه. الله يحفظك سي حسن امين واياك الله يحفظك. الله يشافيك، كنت واحد المره عيان ما قدرتش ندير لهم اللايف هذاك الشيء قال لي الله يشافيك شكرا سي حسن الله يحفظك. استاذ واش ايتيود دو فونكسيون ديال سيونس فيزيك في وطني قريبه لسيونس مات، وشنو الحوايج اللي متشابين بين سيونس فيزيك وسيونس مات في الوطني؟ صراحه لا، شوف لا علاقه ماشي في المات ياك شنو لا علاقه بتاتا بين ايتيود دو فونكسيون ديال سيونس مات ودي سيونس فيزيك، لا علاقة ما كاينش مقارنة، شد وطنية تقارن ما كاينش مقارنة. شنو الحوايج اللي متشابهين بين اللي متشابهين هي أنت أنك تبين دالة متصلة في نقطة متصلة في مجال متشابهين في الأسئلة في بعض الأسئلة، ولكن الفونكسيون على الفونكسيون تلقى فرق. الفونكسيون محطوطة على سيونس فيزيك ماشي اللي كتحط سيونس مات، تحط سيونس فيزيك سهلة مثلا إكس كاري مثلا كتحط لهم جوج إكس فوا إكسبونونسيال إكس دالة سهلة. سيونس ما تقدرش تحط لهم الين ديال الوسط على اكسبونونسيال مقسومه على شي حاجه اخرى في الغاسين كاري ممكن من الاسئله نقول لك اللي كيتشابهوا مثلا بين ان الداله متصله في واحد النقطه بين ان الداله متصله في هذا المجال درس لي برونش انفيني كتحسب ليميت في الانفيني تلقى الانفيني ليميت ديال اف اكس على اكس تبين هذا اسيمتوت هذاك هذا اسيمتوت فيرتيكال اوريزونتال اوبليك برونش بارابوليك لي برونش انفيني اون جينيرال او كذلك الكالكول ديال الديريفي طابلو دو فارياسيون الرسم ديال الداله فهمتي، هادو اسئله كيتشابهوا ولكن راه الداله وكيفاش الداله درجه الصعوبه ديالها وهذا ما كيتشابهوش. عاد كاين واحد بارتي عند الناس ديال السيونس مات كتحط لهم ان فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال يعني داله معرفه بالتكامل، ديك التكامل هو لي بورن ديالو فيهم الاكس هادي ما كتحطش السيونس فيزيك ما عندهمش مقرر
قدرت تحط لهم انتجرال هو سويت، سويت هي انتجرال ماشي بحال سيونس فيزيك تحط لهم سويت ريكيرونت. سيونس ما تقدر تحط لهم سويت امبليسيت، سويت هي السوليسيون ديال واحد ليكواسيون كدرسها ما عندكش حتى التعبير ديالها. سيونس فيزيك لا كتعطيهم سويت ريكيرونت، تقدر تكون جيومتريك ولا ولا اريتميتيك وتت فهمت تخدم عليها، ولا سويت ديفيني باغ اون فونكسيون. دونك كاين اختلاف كبير، اللي جيت نهضر كاين اختلاف كبير بزاف. فايزا استاذ عفاك واخا تقول تقدر تقول لنا فين المفترض خصنا نوصلوا مراجعة نورمالمون؟ دابا خصك تكون لا تي معطل، خصك تكون في الكالكول ديال انتغرال حساب تكاملي نورمالمون. ما كنقولش ان اللي مازال مثلا في الاكسبونسيال ولا هذا، ممكن كاين الناس معنا باك ليبر ومازال في الاكسبونسيال ولا الالين، ولكن راهم غادي بواحد الفيتاس اللي غتخليهم يساليو، غتخليهم يساليو قبل الوقت كاع على حسب الفيتاس اللي انت غادي بها. ولكن الاغلبيه في الانتغرال ولاغيتميتيك، لاغيتميتيك كنتي فيها راك بارفي راك غود. كنعاود نقول على حسب الفيتاس اللي انت غادي بها، بحال مثلا واحد باك ليبر يقدر ما كيتسوقش هو فوكاش يسالي بروغرام ولا هذا، يقدر كنعرف ناس باك ليبر في شهر واحد خدم الدوره الاولى كامله بالتمارين لي جينيرال ديالها، يعني كل درس كيخدم فيه شي 3 4 التمارين كبار باش باغي يسالي باش يبدا الاستعداد الوطني. داكوغ فيديو الحد ولا كيجي طويل سمحوا لي. الانستغرام ما تنساوش، انستغرام كندير فيه لي ستوري، تواصلوا معايا فيه وتقدروا تسولوني في دوك لي ستوري. تابوناو في الانستغرام ديالي، وبالنسبه اللي عنده تساؤلات على العرض كاينين دي بروموسيون حاليا ما كنعلنوش عليهم، ولكن اللي تواصل معنا راه تنقولهم له التخفيضات جد مهمه، تخفيضات جد مهمه في الثمن ديال الاشتراك في المنصه. دونك كيفين راكم تواصلوا مع النمره اللي كاينه في الديسكريبسيون، تقدروا تعيطوا ابل اولا الا كنتو مهتمين وبغيتو تعلموا ملي يكون شي حاجه عمروا الفورمولير راه كاين في الديسكريبسيون حتى هو اللين ديالو. كان معكم زكريا بويشام لا بلاتفورم ماجي تفهم اكاديمي. السلام عليكم.